السلام عليكم ليكيب، اكو تقراوش كاين مورايا ذا اميش فيليج. الفيديو هذا راح يكون على الاميش الكاونتري سايد كيما نقولوا احنا الريف، نشوفوا كيفاش يعيشوا، وين يخدموا، كيفاش يديبلاصيو. تابعوني في هذا الفيديو. اللي ما يعرفش الاميش، هادو هما معروفين باللباس تاعهم، وهادو مولادهم، وهذا الفيلاج اللي عايشين فيه. في الفيلاج هذايا راح ندخلكم معايا للديور تاعهم، للسكول وين يقراو، وين يديروا كامل ليزاكتيفيتي تاعهم اليوميه، ونوريلكم البيزنس تاعهم كيفاش كان وكيفاش طوروه. هام ليك الهاوسز اللي عايشين فيهم، ومعروفين بنشير تاع الحوايج برا. ايا ندخلوا نشوفوا كيفاش داير من الداخل. هام ليك الاميش كيفاش عايشين في ديورهم. كامل على بالكم بلي ما يستعملوش تريسيتي، عايشين حياه بسيطه. كي شفت هذا عرفت بلي الاميش عندهم اصول جزائريه. راني نقصر، هذا كان ريتشوسي، وهذا بروميير ايطاج اللي فيه غير لي شومبر كيما راكم تشوفوا. راكو حابين تعرفوا وين يقراو؟ ندخلوا للسكول. السكول تاعهم جاي كيما لي سال بريمير اللي عندنا في الجزائر، بزاف كلين وشباب، وما فيريفيت بلي عندهم الدرج، بصح ما عندهم زريعه. نوريكم كيفاش يدير بلاصه. كي تكونوا تشوفوا لي فيلاج تاعهم، تشوفوا الشريطه والعواد هذو، مام شريطه، ولازم تشوفوها معايا كيفاش دايره. بون عندك لافون تاعها راح يجي عاود، والانتيريور تاعها يجي هكذايا، وفي لاريا راح يترونسبورتي عفايس كيما هادو. وفي الشوب هدايا راح ندخلو ونشوفو لي زوتي اللي يستعملوهم الاميش في حياتهم اليوميه، منهم اللي يخدموا بهم الارض تاعهم في الزراعه، ومن باش يخدموا لي شاريو تاعهم هادوك لي ديبلاسيو. لازم تعرفوا برك ليكي بلي اي حاجه تشوفوها عند الاميش في ديورهم في حياتهم اليوميه، الصنع تاعهم ما يجيبوش من برا. هاي نوري لكم مصدر الرزق تاع الاميش. العفسه الاولى هي الفلاحه، راح تشوف بزاف اراضي هكذايا. والحاجه الدوزيام هي واش راكو تشوفوا، هذا يعيطوا له ميلك هاوس. هنا يخدموا كل حاجه متعلقه بالحليب ومشتقاته كيما نقولوا حنايا، كيما الفرامج، كيما بزاف حاجات. وباش يخدموا الحليب لازم يربوا ديزانيمو كيما الكوز البقر، ولا عندك الجوتس اللي هما المعيز. شوفوا كيفاش راهي تشوف فيها شحال شابه ما شاء الله. راح يجمعوا واش يخدموا في الفلاحه والميلك هاوس هدايا ويبيعوه هنايا. راح يخلطوا لهم منتوجات يجيبوهم برا كيما الغازوز، باسكو هما ما يخدموش الغازوز. مي واش راكو تشوفوا هنايا، كاين الفرامج، العسل، بزاف حاجات منتوج تاعهم يخدموه هما. ومن بعد مع الوقت طوروا البيزنس تاعهم، ولاو يديروا دي ستور هكذايا لي توريست. هيا ندخلوا ونشوفوا واش كاين داخل السطور هذايا. كي طوروا البيزنس هذايا ولاو يبيعوا كتابات وبزاف حاجات مخدومين باليد، يعيطوا لهم هاند ميد. ومام داروا دي زوتيل قدام لي فيلاج تاعهم، تما كي تجي تزورهم وتتعرف عليهم راح تزيد تبات عندهم. وكاين بزاف اميش ولاو دايرين دوكا من هذا البيزنس. ليكيب ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. اتهلاو.